ماي جاد، ايه ده عروسه؟ ايه ده؟ دي لا دي بتتباع في المدرسه. ده حمار. زبرة. ده زبرة. عشرة وتحمل. أنا أفتح بعض أصحابي لابسين على وشنا. كنا في حفلة دلوقتي. إيه رأيك نلعبوا؟ يلا إذا نلعب لعبي لي ولعبي. استني حالك. انا قلت استني، انا مش عايزه
الاسود او الاحمر فتحها ابي بصوا انا فتحتها اهو الحمد لله. واو شكلها جميل جدا بس دي مصاصه مش بتاع كبيره. بصوا انا بقى يا اصحابي اكيد شبهه يعني ايه وطعمها جامد قوي حلو قوي. اديها 8 فتحتها بسهوله اديها 8 من 10 الأطفال اللي تحب تعد الحاجات دي بتتكسر بسرعة. طعمها إيه رأيكوا فيها؟ حلوة قوي. هديها 8 من 10. وانت هتديها كام من 10 يا لولو؟ 20 20 لا بس من جوه في جيلي. من جوه في جيلي؟ هي أصلا طعمها إيه؟ حلوة قوي. إيه ده دي من جوه فيها حاجة؟ لا أنا عطيتها جيلي. دي بقى تالت حاجة مش فاكر بس دي تالت حاجة الشوكوبون ده على فكرة أنا أصلا بحبه وأظن كل حاجة عجاجي يا أصحاب ماشي حلوة جدا. إيه ده؟ عملها الحباية كبيرة كده ليه؟ هتشوف الإخدود ده ليه؟ ورينا ألوانه كده؟ بيه أصفر. إحنا أول مرة نجربه يا أصحابي بص دي دي أول مرة نجربها وده بصراحة يعني. هاخد البينك ودي تاخد الواو. 14 طعمه ايه؟ حلو. عايزة السجون اللي احنا بنجيبه عادي لو مش الاصل يعني. ماشي لان هتفتح طبعا دي وانت معاك واحدة شبهها اهي افتح ماشي وهي دي بتاعتي افتح ايه جيب البيبسي البيبسي لبسي. الله اصحابي حلوة قوي بصوا انت لبس يلا اعملوا مسابقة بقى. لا استنى ما كده انا اقولها يعني بالمر يلا ليتس تيك اوف. ادم طعمها ايه؟ حلو ده عجاج يا أطفال 10 من 10 بطيخ بتاعت قلم بالدقيق بتاكل كده بالكوكاكولا حلو. هدي رابع حاجة رابع ايه؟ هدي 10 من 10 رابع حاجة ودي اللي أنا متحمس لها أوي كده زي أوزمو. لا ده معجون يا أصحاب اسمه اسمه فعلا وانا عارف بجد مش كتير للدرجه دي مش معقول بجد معقول شوكولاته يلا دوقيه حلو الله ده نوتيلا اه نوتيلا نفس طعم النوتيلا بالظبط. وانا كمان افتح بتاعتي يا اصحابي النوتيلا بتاعتي حلو اه حلو ادم النوتيلا انا بحب النوتيلا 10 من 10 دي مش مو دي مش نوتيلا دي شوكولاته عاديه دي سايحه شكلي حبيتها ولا ايه؟ قلت كده؟ بره ده بنجيبها في المدرسه بتتباع في المدرسه اه واحده بجنيه ونص هنسيبها بقى يعني الحاجات دي 200 جنيه ودي بجنيه ونص بس في حاجات كتير طبعا انا لا مش هنفتح دلوقتي استنى مش هنفتح الحاجات دي هنفتح ده ماشي هو في موف لا انا دي اه صح ليه هو في مش لازم يتكلم بس هي مفتوحه بس انا بحب اللون البينك بصراحه يا منى مش باين دي كلها كده ليه؟ ما هي عشان الكل مش راضيه تنزل اصلا لا لازم اقول وانا هخسر مش عارفه افتح ساعدني يا ادم لا بالله لا اكيد اوه ساكالانا ساكالانا لانا ساكالانا اوه ساكالانا هتجي 10 بس لا
يعني حلوة ولا وحشة يعني؟ أنا عايزة ألعب، بس بصراحة اللي هيفوز معانا ده. خد المعلقة بتاعتك. دي. وانت بالنسبه لك دي اصحابي هي اكتر حاجه هي عجبتني بصراحه هي دي. وانا اكتر حاجه عجبتني هي دي اسمه نقول السنين كل الورق. طبعا هنشوف ايه اللي هيجي لنا هنا. انا ما اعرفش ايه ده، هو تقريبا ثلاث حاجات. ايوه كده، انا فكرت ما فيش سي. ايه ده؟ تبروني الالعاب الصغيره اللي عندكم دي. يا اصحابي ايه ده؟ بحبكم. دي عشان البابيلز وتشي دايره. شوفي يلا بتاعتك اللي انت ودي زحلبه ودي عادي كده بتنور. نور اهي عشان جايب النص، يعني اسمع النص كده والنص جايين بدلوقتي. اخر حاجة طبعا يا اصحابي هي المصاصة. كنت هتمتلها؟ في ناس بيعملوا كده بس زيتها. اخر حاجة المصاصة. بصوا هي لونها ازرق وكبيرة قوي، انا اول ما اشوف مصاصة كده. واللي بقى بتاعت المية اكيد خطرة يعني. امي استحيت. مامي فتحتها لي. انا فتحتها. لا لا بينك. انت كده ليه؟ اول مره اشوف مصاصه لنا بينك بالفراوله. طب انت حظك حلو ماشي. انا ايه؟ تمام قوي. اه مش قوي. بس صاحبي كسبت العروسه دي بتقلع الكسله؟ لا وبتقلع دي كمان. انا بدلناها. لا لا انا مش هبدلها. طب هاتي يا حبيبتي بتاعتي. لا دي بتاعتي وانا اللي كسبتها وانا مش عايزه ابدلها. لا ما انتي طيب حبيبتي. فين؟ اصحابي بصوا هي شكلها ناشفه. ست ده عمل كده وتمشوا بيها. لا دي بتاعت مفتاح صح؟ انا ما لقيتش. مش مهم اللي بقى نكملها بقى. انا ما بحبش ما شفت كده بدري. انا شبه ماستيكا كانت قبل كده بس كان طعمه وحش قوي. اصحابي انا مش قادره على طول. اصحابي سلام بقى عشان احنا هناكل حاجه حلوه بتاعتنا بقى في الاوضه. في نهايه الفيديو ما اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان كل جديد مع حكايات قدوم يقولوا لي. ما تنسوا تعملوا لايك كتير شير كتير كتير. انا عايزه اوصل ل 20,000 مشترك. هتعرفوا تعملوه؟ سلام. سلام.